اليوم نفرح بالحسين ابني وابنكم. قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالحسين، واليوم بيكمل نص دين وبيبدأ مرحلة جديدة من حياته. فطلبت منه وبطلب منه إنه يضل مخافة ربنا بين عيونه. وجعلنا بينكم مودة ورحمة، فهي علاقة الأواصر المتينة التي تجمع بيننا. هو يا فرحنا لبعد سما وتزين يا دار، زفوا ولي العهد عورود وزهار. هو يا لف يا من نجد نستقبلك صفين ونشيل فوق الهداب رجوى عروس حسين. رجوى هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. ويها لبسة الأبيض طي على طي، ويها طي سعودية وطي أردنية. عرسكم كل العرب فرحت لكم يا حسين.